هاي ده electric cup heating، ها الصورة لو بيشتغل على الكهرباء. هيدي وصلته بنحطه بقلب الكباية. هلا هو فعليا بيعمل اكتر من كباية، بيعمل كبايتين لانه كبيرة. من فوق الدايمتر تبعها 11 سنتي، اوكي، وبيجي مع غطا بنغطيها من فوق. ها بيشتغل على الكهرباء، بنحط له الوصلة وبرغي والايد على جنب، انتو بتركبوها كرمال يصير مثل الصورة. هذا بيشتغل على الكهرباء، بتسخن مي، بتعمل شاي، نسكافيه او اي شيء بهذا الكوب.